الثياب الفاضحة. يعني أنا بذكر أنه بمحطة إقرأ حدثني أخ أنه عرضوا شاب اغتصب 10 فتيات وذبحهن. يا الله، صلى الله عليه وسلم. ففي عالمة اجتماعية في القاهرة طلبت من وزير الداخلية أن تجري معه حوار، الحوار بقناة إقرأ كانت. أنا ما رأيته بس سمعت عنها بالتفصيل. فلما سألت هذا الشاب عن دراسته قال أنا لا، أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب. هل تقرأ القرآن؟ قال لا. والأغرب من ذلك، هل تحفظ الفاتحة؟ قال لا. الله، لا، جهل مطبق. فلما سألته لماذا تفعل هذا بالفتيات، تغتصب الفتاة وتذبحها، والله أجاب إجابة أقسم بالله ما صدقت أن يجيبها. قال هن السبب من لبسهم. الله أكبر. سبحان الله. ثم سألته سؤال آخر هذه الباحثة، لو أنك رأيت فتاة محجبة وقد تحرش بها إنسان، قال والله أذبحه. سبحان الله. يعني هذا التفلت من هذا الشاب قابله تقديس لهذه المرأة.